عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، هل تريد أن تشعر بتحسن ولديك المزيد من الطاقة وحتى تضيف سنوات إلى حياتك؟ فقط تمرن، تحرك. من الصعب تجاهل الفوائد الصحية لممارسة الرياضة بانتظام والنشاط البدني. يستفيد الجميع من ممارسة الرياضة بغض النظر عن العمر أو الجنس أو القدرة البدنية. هل تحتاج إلى مزيد من الإقناع للتحرك؟ تحقق من هذه الطرق السبع التي يمكن أن تؤدي بها التمارين الرياضية إلى جعلك أكثر سعادة وأكثر صحة. أول شيء، ممارسة السيطرة على الوزن، حيث يمكنك عن طريق الرياضة أن تساعد التمارين في منع زيادة الوزن الزائد أو المساعدة في الحفاظ على فقدان الوزن. عندما تقوم بنشاط بدني فإنك تحرق السعرات الحرارية، كلما زاد النشاط زادت السعرات الحرارية التي تحرقها. تعد الرحلات المنتظمة إلى صالات الألعاب الرياضية رائعة، لكن لا تقلق إذا لم تجد جزءا كبيرا من الوقت لممارسة هذه الرياضة كل يوم. أي بقدر من النشاط أفضل من عدم القيام بأي نشاط على الإطلاق. لجني فوائد التمرين، فقط كن أكثر نشاطا طوال اليوم، اصعد السلالم بدلا من المصعد، أو قم بتسريع الأعمال المنزلية، الانتظار خارج البيت، الأعمال المنزلية الخارجية وعمليات التنظيفات، هذه كلها رياضة. الرياضة تحارب الأمراض والمشاكل الصحية. هل أنت قلق من أمراض القلب أو من أمراض ارتفاع ضغط الدم أو من أمراض زيادة الوزن أو من أمراض السكري وزيادة الكوليسترول أو من أمراض معينة في كل المفاصل التي تشعر فيها؟ فما عليك إلا بعمل بعض التمارين الخفيفة وبعض الحركة التي توقيك من كثير من المشاكل، كسكتة دماغية، متلازمة الحيض، وضغط الدم المرتفع، والكثير الكثير، كداء السكري من النوع الثاني، الكآبة، القلق، أنواع كثيرة من السرطان، التهاب المفاصل، السقوط. ويمكن أن يساعد أيضا في تحسين الوظيفة الإدراكية ويساعد على تقليل مخاطر الوفاة من جميع الأسباب. التمارين يحسن المزاج. هل تحتاج إلى رفع عاطفي أو تحتاج إلى التخلص من بعض البخار بعد يوم مرهق ومن بعض التعب؟ فيمكن أن تساعد جلسة الصالة الرياضية التي يمكن أن تسويها في البيت أو المشي السريع يحفز. هذا كله العناصر الكيماوية في الدماغ التي تساعد على إفراز هرمونات السعادة ويشعرك في الراحة والشعور بالارتياح. التمرين يعزز الطاقة. إذا كنت تعبت من عمل الأعمال اليومية أو الأعمال المعتادة، يمكن أن يحسن النشاط البدني الثاني من مزاجك ومن قوة عضلاتك ويزيد من قدرتك على التحمل. تعمل التمارين على توصيل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى أنسجتك وتساعد نظام القلب والأوعية الدموية على العمل بكفاءة أكبر. وعندما تتحسن صحة قلبك ورئتيك، يكون لديك المزيد من الطاقة للتعامل مع الأعمال اليومية. يساعد التمرين على النوم بشكل أفضل، حيث تكافح من أجل قيلولة بعد الظهر. هذه تعطيك طاقة كاملة لعملية الاسترخاء لنهاية اليوم. هذه التمارين تعطيك جزء كبير من الأكسجين الذي يبعث على الراحة. ممارسة الرياضة تعيد الشرارة إلى حياتك الجنسية. هل تشعر بالتعب الشديد أو أن لياقتك البدنية تجعلك تستمتع بالجماع مع الزوجة؟ وهذا يعطيك طاقة إضافية ويحسن من العلاقات الزوجية. يمكن أن تكون التمارين الرياضية ممتعة واجتماعية، وستكون ممارسة الرياضة
حيث ستمنحك فرصة للاسترخاء والاستمتاع بالهواء الطلق أو ببساطة الانخراط في الأنشطة التي تجعلك سعيداً. وشكراً لكم.